جريمة بشعة بيقتل طفلي أحدهما رضيع بالعراق. جريمة بشعة، مراهق يغضب ويقتل، يغتصب ويقتل طفلة مصابة بالتوحد. جريمة بشعة، يقتل أخته بطعنات غادرة مزقها أشلاء. جريمة بشعة، أخت تقتل شقيقها بالاشتراك مع زوج أبيه، زوجة أبيها في دوما. جريمة بشعة، الملك سلمان يصدر مع الأخ أمرا ملكيا عاجلا لقتل هذا الشخص. جريمة بشعة، قتل تضيع مع صديقها بطريقة مفجعة. شارك عزيزي المشارك في القناة، عزيزي المشاهد شارك في القناة واضغط على جرس لتأتيك هذه الأخبار آخر المستجدات.